على مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية تستعرضها لنا في وقفة أخيرة من نشرة التاسعة. مرنا، إليك مرة أخرى. شكرا محمد، شكرا إيمان. والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26، الإسكندرية 33-24، مطروح 32-25، بورسعيد 35-25، والإسماعيلية 40-26. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 27، العريش 36-25، طابة 38-27، شرم الشيخ 42-29، والغردقة 42-28. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 30، أسوان 44-30، الوادي الجديد 45-28، شلاتين 39-27، وأخيرا حلايب العظمى 37 درجة والصغرى 29. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.